من العيار الثقيل. النهارده كانت امتحانات الاعداديه في محافظه الجيزه. من المفترض ان الامتحان بيجي في مستوى الطالب الايه؟ المتوسط. تمام كده؟ طيب لو اتكينا شويه في الامتحان يجي في مستوى الطالب المتفوق. المتفوق. انما ممكن يجي امتحان في مستوى طه حسين؟ اكيد لا. العقاد؟ ده اللي حصل النهارده في امتحانات الجيزه بالذات في اللغه العربيه في موضوع التعبير. انا ما اعرفش الموجه اللي حط الامتحان ده كان يقصد ايه؟ تعجيز ولا كان يقصد ان هو بيقدم نفسه مثلا للناس ويقول لهم انا اهو خلي بالكم مني ولا ايه؟ بس في مثل بيقول لك وددت ان اشهر ولو بالعناد. شفت الامتحان؟ تمام. الامتحان كان كتير قوي. اشتكوا منه؟ من الطلبه استاقوا منه كتير. ودايما الامتحانات اللي بتيجي في المستوى ده ما بتلاقيش قابليه للطلاب، بحيث ان انت بتتكلم على شريحه معينه انت المفروض بتوجه لها الامتحان او انت بتكون مستهدفهم. يعني عايز تعمل امتحان في مستوى الطالب المتفوق ده مش متاح. يعني انت مش هتلاقي النسبه الكبيره. يا ريت في مستوى الطالب المتفوق. اعمل في مستوى الطالب المتفوق ماشي، غربل. بس عامة النسبة أصلا المتفوقة يعني دايما بتلاقيها مش النسبة الكبيرة اللي أنت بتوجه لها امتحان زي كده. الراجل خرج بره المنهج وبره المناهج، ولو حط الامتحان ده لطلبة الثانوية العامة ممكن البعض يعجز عن حله. لو حطوا لطلبة بعض الكليات ممكن يعجزوا عن حله. أنا بقول لك المستوى ده على فكرة ده مش مصطلحي، ده مصطلح الزميل الصحفي أحمد حافظ وهو متخصص في ملف التعليم في بوابة الأهرام. بيقول لك امتحان الإعدادية بالجيزة في مستوى طه حسين. يعني حاجة كده يعني. فالراجل شطح قوي، الراجل راح لبعيد قوي. فليه بنحبط ولادنا في أول يوم في امتحانات إعدادية برغم إن إحنا كنا في ظروف صعبة؟ أنت عارف طبعًا كورونا كان لها أثر سلبي كبير على الطلبة، وحالة من التراخي إلى حد ما وحالة من الإحباط. المفروض إن إحنا نشجع الطلبة ولا نحبطها؟ المفروض نشجعها طبعًا، خصوصا في ظرف زي كورونا دوت، ان احنا نشجعهم ان هم يبتدوا يذاكروا ويبتدوا يبدعوا، وان خصوصا ان الامتحانات مش جايه لمستواهم بس. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. نداء لاهل الخير. مسجد التقوى بقريه اسعد محافظه الشرقيه يناديكم اهل الخير لاكماله. يحتاج المسجد لعشرة طن حديد وخمسين طن أسمنت وتلتمية متر رمل وزلط ومية وخمسين ألف طوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة.